بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما يساوي علم الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. اللهم اختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين، واحفظنا في أنفسنا وفي آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأهلينا إلى يوم الدين يا رب العالمين، واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، المجلس 95 في شرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي، في شرح ألفاظ التقريب للقاضي أحمد أبي شجاع رحمه الله تعالى، رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما بالدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. فصل في شروط الشاهد. وقلنا أن البينة تثبت عند القاضي بالإقرار أو بالشهادة أو بالشاهد واليمين، يبقى دي طريقة إثبات البينات عند القضاء. أولا، إما أن يقر الإنسان بحق لغيره على نفسه، ده اسمه إقرار، والإقرار سيد الأدلة، الإقرار سيد الأدلة، أو بالشهود، شهادة الشهود، أو بشاهد ويمين، يبقى إيه دي البينات التي يثبت بها الحقوق. طيب اللي هيشهد بقى إيه شروط الشاهد؟ هو ده موضوع النهج. فصل في شروط الشاهد. يقول: ولا تقبل الشهادة، أي عند القاضي، إلا ممن، أي شخص، اجتمعت فيه خمس خصال. يبقى إيه عايز الشهادة؟ اللي هي إيه؟ إخبار بحق لغيره على غيره بلفظ مخصوص، هو قوله أشهد. يبقى الشهادة بيخبر بحق لإنسان على إنسان آخر بلفظ مخصوص، وهو قوله أشهد أن فلان لفلان إيه حاجة أو حق أو شيء منه. يبقى دي تعريف الشهادة نفسها، وهي معناها اللغوي الحضور، تقتضي الحضور. يقول لك شاهد يعني حاضر، كنت شاهد لهذه الواقعة، يعني كنت حاضر في هذه الواقعة. فالشهادة في اللغة بمعنى الحضور. وسئل صلى الله عليه وسلم: علام أشهد يا رسول الله؟ قال: أرأيت الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد. يعني الناس اللي تشوف الشمس ده متأكد، يعني اسمك متأكد، يقول لك دي حاجة واضحة زي الشمس، يعني متأكد خالص. فما تشهدش إلا حاجة تكون واضحة زي الشمس. لو أمور هيزي يعني مشتبهة عندك، مشوشة، ما تشهدش. تقول لك أصل سمعت من فلان، أصل أنا شفته وكان بيتهيأ لي كذا، الكلام ده كله ما ينفعش الشهادة عند القاضي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه لما سئل: علام أشهد يا رسول الله؟ قال: أرأيت الشمس؟ حد يختلف على رؤية الشمس؟ محدش. على مثلها فشهد، يعني الأمور الواضحة لك بغير تشويش. طبعا أصلها موجود في القرآن: وأشهدوا ذوي عدل منكم، واخد بالك، وآيات كثيرة تدل على الشهادة: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. آيات كثيرة تدل على إيه؟ أن الشهادة أمر مشروع في الشرع لإثبات الحقوق. فأشهدوا ذوي عدل منكم، دليل أن برضو إيه يعني يستغرب فيها العدالة، ذوي عدل منكم. وبعدين يقول: من رجالكم، يبقى معناه ما ينفعش الصبي والطفل الصغير يشهد، يقول من رجالكم، فلازم فيها ان ايه ان يكون رجل، وهكذا. يبقى هي مذكوره في القران، الشهاده مشروعيتها في القران، ومشروعاتها ايضا في السنه.
وبفعل النبي في قضاء ايه، في القضايا التي قضى فيها. فهو بيقول هنا بقى: ولا تقبل الشهادة أي عند القاضي إلا ممن، أي شخص اجتمعت فيه خمس خصال. تشترط اجتماع خمس الخصال دي عند الأداء وليس عند التحمل، لأن ممكن أنا أشوف الحاجة وأنا طفل كويس، وبعدين يطلب شهادتي أكون كبرت وبقيت راجل، أقول آه ده أنا شهدت وأنا طفل، بس أقول الكلام ده قدام القاضي إمتى وأنا راجل، أقول له وأحلف إن أنا شفتها وإن جدي الله يرحمه كنت أنا جالس وعندي 6 سنوات أشهد أنه قال هذا الفدان من الأرض لفلان، فاهم؟ لكن أنا شهدتها وأنا طفل عندي 6 سنوات لكن متذكرة، لكن أديها عند القاضي إمتى؟ لازم في وقت بعد البلوغ والرشد. يبقى لا يشترط هذه الشروط عند التحمل، بل تشترط عند الأداء. واضح؟ يعني ممكن أتحمل الشهادة، يعني ممكن واحد يرى الشيء وهو كافر كويس؟ ولا تقبل شهادة الكافر، وبعدين تطلب شهادته في وقت يكون هو أسلم، يوم يؤدي الشهادة حال إسلامه في شيء رآه وهو كافر تصح، يبقى تحمله وهو كافر ثم أداه وهو مسلم. فهمت بقى المسألة؟ يبقى هذه الشروط يجب أن تتوفر إيه؟ وقت الأداء إلى وقت التحمل، إلا الشهادة على عقد النكاح لازم يكون في وقت التحمل ووقت الأداء إيه؟ رجل في هذه الشروط. ما ينفعش يشهد في عقد الزواج طفل وبعد كده يشهد بعد كده على صحة العقد وهو راجل، ما ينفعش. فهمت؟ يبقى عقد الزواج، لأن ده ميثاق غليظ بينبني عليه الأنساب والمواريث وينبني عليه أشياء كثيرة، فما ينفعش أتحملها إلا بنفس الشروط التي تكون عند الأداء. واضح؟ يبقى هو بيتكلم هنا على إيه؟ 5 خصال، يعني الخصال الصفات اللي تتوفر في الشاهد عند الأداء لا عند التحمل، ويستثنى طبعا عقد النكاح. أحدها الإسلام، لازم يبقى مسلم، ما ينفعش نقبل شهادة كافر على مسلم، لا نقبل شهادة كافر على، لأن حتى لا يقبل شهادة المسلم الفاسق على مسلم، فيبقى الكافر من باب أول. مش ربنا بيقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، معناه لا تقبل شهادة الفاسق. واضح؟ فإذا كان لا تقبل شهادة الفاسق يبقى الكافر من باب أولى. ثم إن الشهادة نوع ولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم. واضح؟ يبقى لازم يشترط إن اللي يشهد بالأمور المتعلقة بالمسلمين يكون مسلم. يبقى أحدها الإسلام ولو بالتبعية. يعني إيه ولو بالتبعية؟ يعني أحد أبويه مسلم، أحد أبويه مسلم. إحنا قايلين إن الإنسان يتبع الأعلى في الأبوين في الديانة، والأدنى في الأبوين في الحرية. واضح؟ يعني الرق والعبودية يتبع إيه؟ الأدنى. يعني يعني أحد أبويه رقيق والآخر حر، ينزل العيل إيه؟ رقيق، ما ينزلش حر. فهم؟ طب أحد أبويه مسلم والآخر غير مسلم، يجي العيل يبقى مسلم، يبقى مسلم بالتبعية. فهمت؟ يعني واحدة مثلا في أوروبا امرأة أسلمت وعندها أطفال وزوجها لم يسلم، يفرق بينهما وأطفالها يبقوا مسلمين، يتبعوا دم. فهمت بقى إزاي؟ يبقى يفرق بينهما عشان لا يصح أنها تظل على إسلامها ويفضل زوجها غير مسلم. يفرق. طب والأولاد؟ يثبت نسبهم للأب الكافر ولكن تثبت الديانة للأعلى ويبقوا مسلمين. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده قال لك إيه؟ الإسلام ولو بالتبعية. يبقى التبعية، فهمت يعني إيه بالتبعية؟ يعني لأحد أبويه. فلا تقبل شهادة كافر على مسلم أو كافر، لا تقبل شهادة كافر على مسلم أو شهادة كافر على كافر. ده في مذهب الشافعي، مذهب الشافعي إيه؟ لا تقبل شهادة حتى الكافر على الكافر. لكن مذهب الأحناف يقول لك الكافر يشهد للكافر، ملناش دعوة. فهمت؟ يبقى خلافا للأحناف، الأحناف يقيس شهادة الكافر على الكافر، مسيحي يشهد على مسيحي، يهودي يشهد على يهودي، لأن من هو الكافر هو غير المسلم.
اي واحد يدين بديانه غير الاسلام اسمه كافر عند المسلمين، واضح؟ فيبقى الكافر يشهد على الكافر عند الاحناف، وده اللي خد بيه القانون المصري. القانون المصري الايه؟ المسيحيين يشهدوا على بعض والمسلمين يشهدوا على بعض، فما ينفعش يجي واحد مسيحي يشهد في قضيه متعلقه بمسلمين عند القاضي، وده اللي خد بيه القانون المصري. ما نعرفش هيفضل واخد بيه ولا هيغير في يوم من الايام، ما هو اصل دلوقتي في محاولات كده للعب، بيقول لك المواطنه، قاعدين يلعبوا في ايه؟ في وتر المواطنه. فممكن يقول لك لا، ما هو ده مواطن وده مواطن، يبقى المواطن يشهد على المواطن بغض النظر عن الديانه. ممكن يطلعوا لنا في الحكايه دي، بس الازهر هيقف وقفته، هو يطلع في المخوم اللي يطلع، لكن الازهر ربنا يثبته ويقف وقفته، فاهم؟ لكن الكافر يشهد على الكافر، والمسلم يشهد على المسلم، والكافر كمان ما يشهدش على الكافر عند مين كمان؟ عند الشافعية. واضح؟ قالت قضية مشتركة بين الاثنين، قضية مشتركة بين الاثنين، بين كافر ومسلم، يبقى الشهود مسلمين. الشهود مسلمين؟ لازم الشهود مسلمين، طالما في بلاد المسلمين، في قضاء بيقضي فيه قاضي مسلم. لكن في أوروبا ما لناش سلطان عليهم. فاهم؟ احنا مش بلد مسلمة، يبقى القاضي لا يقبل في قضية بين مسلم وغير مسلم إلا شهود مسلمين. ليه؟ لأن يرجح كفة الأعلى ديانة، يرجح كفة إيه؟ الأعلى ديانة، مش الأدنى ديانة. لا شك أن الكافر أدنى ديانة من إيه؟ من المسلم. يقول لك طب ما هو اليهودي يا اخي ما بيعرف ربنا وبيؤمن بالانبياء. ايوه، ما كملش الانبياء، ده كفر بسيدنا عيسى وكفر بسيدنا محمد، يبقى ايمانه ناقص. لكن المسلم امن بجميع الانبياء، يبقى ايمانه اعلى. فهمت ازاي؟ فما ينسي ما يكونش في سلطان للادنى على الاعلى. يبقى احدها الاسلام ولو بالتبعيه فلا تقبل شهاده كافر على مسلم او كافر. ليه؟ لان ده كتاب شافعيه. لو بتدرس في كتب الملكية هيقول لك لا تقبل شهادة الكافر على كده. والثاني، الثاني حاجة بعد الإسلام، البلوغ. فلا تقبل شهادة صبي ولو مراهقا. المراهق اللي هو إيه؟ قارب البلوغ، يعني عنده 12 سنة بس لسه ما بلغش الحلم، على وشك فاضل له يمكن شهور، برضه اسمه مراهق، يعني ناهز الحلم، برضه ما تقبلش. لازم يبقى كمان مسلم بالغ. والثالث العقل، فلا تقبل شهادة مجنون أو مسلوب الإرادة زي مدمن. واحد مدمن خمر، مدمن أفيون، مدمن أي حاجة من الابتلاء إدمان، لازم القاضي يعمل له تحليل ويثبت إنه غير مدمن عشان يقبل شهادته. لو طلع مدمن ده ما ينفعش. ليه؟ لأن المدمن بيبقى عنده خلل في عقله وفي ضبطه، وأيضا حكمه انه ساقط العداله لانه فاسق، وساقط العداله برضه لا تقبل شهادته. فاهم؟ يبقى لازم يكون كمان عاقل بالغ مسلم، عاقل بالغ مسلم. ممكن نزود كمان على العقل ايه؟ انه غير غافل، لانه ممكن يكون واحد عاقل لانه مغفل. لكن مغفل يعني ايه؟ مغفل يعني مشوش، يبقى حاضر في المجلس ومش مدرك الكلام اللي بيتقال، فده ما ينفعش. بيبقى قاعد سرحان، قاعد مشغول بتاع، حاطط لك مش عارف وكمان في ودانه وقاعد يسمع اغاني، ومش دريان باللي بيتقال في المجلس، وبعدين يروح انا كنت حاضر. حاضر ايه؟ وانت سمعت حاجه؟ ولا كنت مركز؟ كنت فاتح الموبايل بتاعك وقاعد تقلب على الواتساب وتقلب في النت، وهتقول لي انا كنت حاضر المجلس؟ مجلس ايه؟ انت كنت مشغول في الموبايل. اه غافل ده، مع انه عاقل يا اخي، بس ما تقول لانه غافل، المشهور بالغفله. فهمت؟ لأن في شروط تانية غير الخمسة على فكرة. إيه أضافها الفقهاء وصلوها العشرة؟ منها أن يكون ناطق مثلا. ما ينفعش شهادة أخرس ولو كان بإشارة مفهمة. لابد أن ينطق، ناطق، يشهد بالكلام مش بالإشارة. ولو كانت الإشارة مفهمة لا تقبل شهادته برضه. لازم يكون ناطق، كويس؟ وكذلك لازم يكون يقظان، يعني غير غافل، فلا تقبل شهادة ما لا يضبط زي ما قلت لك.
ولازم كمان يبقى غير متهم، غير متهم بانه في بينه وبينه عداوه او بينه وبينه محبه او بينه وبينه قرابه، عشان يبقى في محاباه بقى لازم ما يكونش متهم لا بالمحاباه ولا بالعداوه، يبقى بني ادم ايه يسموه ايه نيوترال، يعني مستوي الاطراف مش ميال لحد، عايز يقول حقه خلاص يبقى غير متهم، ولازم يكون رشيد كمان، فلا تقبل شهاده سفيه محجور عليه بالسفه. يعني دي شروط ما قالهاش الشيخ في المختصر لكن تجدها في الكتب الايه الكبيره. وكمان يلزم لك ايه لا تقبل شهاده من لا مروءه له، لان المروءه شرط في الشهاده، وان كان هنا جعلها شرط في العداله هنقراها في العداله، لكن الحقيقه ان المروءه وهنشرحها شرط في الشهاده وليست في العداله. واضح؟ وهنقرا هنعرف يعني ايه المروءه. رابع حاجه والرابع الحريه ولو بالدار، فلا تقبل شهاده رقيق، طبعا احنا ما عندناش رقيق دلوقتي الحمد لله كل الناس احرار، فلا تقبل شهاده رقيق قنا كان، القن اللي هو ايه العبد الخالص اسمه قن، او مدبرا يعني ايه يعني هيعتق دبر موت سيده يسموه مدبر، سيده يقول له ايه انت حر دبر موتي يسموه ايه رقيق مدبر، برضه اسمه رقيق ما تقبلش شهادته. او مكاتبا، او يكون مكاتب يعني بيشتري نفسه من سيده، طالما لسه عليه اقساط يفضل قن رقيق كويس، فما ينفعش تقبل شهادته. او مبعضا يعني ايه يعني مملوك لاكثر من طرف، فبعض الاطراف حرروه والبعض الاطراف الثانيه ما حرروهوش، يبقى نص حر او ربع حر وبقيته رقيق يسموه مبعض. كل دي انواع من الرقيق لا تقبل شهادتهم، لازم يبقى كامل الحريه. الرابع الحريه ولو بالدار، ولو بالدار يعني ايه؟ يعني اللقيط، احنا لقينا عيل مرمي على باب الجامع في بلد فيها احرار وعبيد، ناخد الولد ده ونربيه ويطلع حر، ما يطلعش رقيق، فهمت ازاي؟ يطلع حر ما نعرفش اهله، فده يسموه حريه بالدار. حريه بالدار يعني وجدناه في دار الاسلام مرمي في الشارع ما نعرفش اهله، ناخده ونربيه ويطلع الولد ده ايه حر ما يطلعش رقيق، يسموه حريه بالدار. الخامس العداله، يبقى خامس شرط قالوا هنا العداله. ايه هي العداله؟ دليل شرط العداله قول الله ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين، والفاسق هو ساقط العداله، مش كده برضه؟ دليلهم يقول لك ما تقبلش الا العدل، وامتنع عن شهاده الفاسق. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءه فتثبتوا، قراءتين فتبينوا في قراءه فتثبتوا. والخامس العدالة. ايه هي العدالة بقى؟ وهي لغة التوسط، يعني الحاجة الوسط. يقول لك الازهر مذهبه وسطي، لا افراط ولا تفريط، وسط يعني عدل، فاهم؟ يبقى العدالة هي الشيء الوسط الذي لا افراط فيه ولا تفريط. شرعا ايه هو بقى تعريف العدالة شرعا؟ ملكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة. العدالة دي عبارة عن خلق في نفس الإنسان يمنعه من أنه يفعل الكبائر خوفا من الله حتى ولو كان قاعد لوحده، يبقى حاجة اسمها ديانة كده، عنده ديانة مراقب لربه، تبقى ملكة في نفسه كويس، تمنعها يعني تمنع دي النفس من اقتراف الكبائر يعني من الوقوع في الكبائر والرذائل المباحة. ايه هي الرذائل المباحة؟ اللي هي خوارم المروءة. الرذائل المباحة يعني ايه؟ يعني مثلا ما يمشيش في الشارع يتنطط وهو راجل عنده 60 سنة يعمل فعل العيال الصغيرة، ايه ده؟ يلعب كرة شراب وهو عنده 60 سنة مع العيال في الحارة، الله، ده حاجة دي رذائل المباحة دي، ما يصحش. يمشي بشورت، واخد بالك، وهو راجل أستاذ في الجامعة ولا إمام مسجد ويمشي بشورت في الشارع، كل دي اسمها الرذائل المباحة، ما يعملهاش العدل، ما يعملهاش. يمشي مص قصب في الشارع كده زي الجماعه اللي ايه اللي ما لهمش بيوت، ويرمي كده مش عارف ايه و...
ويتنطط ويحط سلسله ويمضغ لبانه ويمشي مش عارف. دي كلها رذائل ايه، وان كانت مباحه الا انها رذائل. الناس ايه ما تحبهاش في الناس المحترمين، يعني لا يفعلها المحترم. يبقى وللعدالة خمس شرائط. خلى من شرائط العدالة المروءة، واحنا قلنا المروءة شرط في ايه؟ في الشهادة وليست في العدالة. وللعدالة خمس شرائط، وفي بعض النسخ خمس شروط. أحدها، لأن خد بالك ليه هو قال شروط الشاهد ما وما قالش والعدالة؟ لأن العدالة شرط ايه؟ شرط في شروط الشهادة، وشرط الشرط شرط. فهمت بقى؟ شرط الشرط شرط. فهمت المسألة؟ وللعدالة خمس شرائط، وفي بعض النسخ خمس شروط. أحدها أن يكون العدل مجتنبا للكبائر. إيه هي الكبائر؟ زي الزنا، وزي السرقة، وزي شرب الخمر، وزي تعاطي المخدرات، وزي عقوق الوالدين، وزي ترك الصلاة، وزي الكذب والنميمة والغيبة والفحش والبذاءة وقلة الأدب زي ما بيقولوا المصريين. كل دي حاجات من الكبائر، ما يصحش الإنسان يتحلى بها. قطيعة الرحم، أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال اليتامى، كل دي كبائر ما يعملهاش. فهمت؟ أو اعتقاد ما لا يصح في الأمور العقائدية، كل دي يسموها كبائر. وأنواعها كتير بقى، وحدها كل ما كان مصحوب بوعيد شديد، كل محرم مصحوب بوعيد شديد، سواء كان عليه حد أو ليس عليه حد. واخد بالك؟ ده حد. أي شيء توعد الله الإنسان فيه بوعيد شديد من إذا فعله يبقى اسمه الكبائر. الرسول مثلا يقول لعن الله النامصة والمتنمصة. واخد بالك؟ يبقى الملعون اهو. يبقى ايه النمص؟ ده اللي هو إزالة الحجب بالكلية عند النساء ورسمه مكانه، ده من الكبائر لأنه ملعون. صاحب يقول لك الواشمة والمستوشمة ملعونة، والنائحة، النياحة، كل دي من الكبائر. ليه؟ لأن النبي لعنهم، واللعن وعيد شديد، دل على أن شيء محرم مصحوب بوعيد شديد يبقى اسمه كبير. العدل بقى أن يكون مجتنبا للكبائر، أي لكل فرد منها، فلا تقبل شهادة صاحب كبيرة كالزنا وقتل النفس بغير حق. وأنواعها بقى كتيرة زي ما قلت لك أمثلة. والثاني أن يكون العدل غير مصر على القليل من الصغائر. احنا عندنا الحرام نوعين، كبائر وصغائر. الكبائر ما يعملهاش، والصغائر ما يبقاش مصر عليها، لو وقع فيها يتوب منها بسرعة. ده العدل. فلا تقبل شهادة المصر عليها، يعني على الصغائر. زي ايه صغائر؟ زي التدخين. التدخين حرام، لكنه مش زي شرب الخمرة. الخمرة حرام كبائر، والتدخين حرام مش صغائر. طب هو مدخن ومش عايز يبطل، يبقى ده سقط العدالة لأنه مصر على الصغير. فاهم؟ ما تقبلش شهادة المدخن لا في عقد النكاح ولا عند القاضي، لا عند الشافعية. علشان كده لما تيجي يعملوا عقد نكاح، المؤذون بيعمل ايه للناس؟ يقول كل اللي في ايده سجارة يطفيها الأول، عشان ما يبقاش حد متلبس بفعل صغيرة. وبعدين ايه؟ قولوا ورايا تبنا إلى الله، يتوبهم. علشان كمان اذا كان فاعل كبيره تاب يبقى بيعدل الحضور. وبعد كده يقول عقد الزواج، وبعد ما يقول عقد الزواج يرجع تاني يولع سيجاره. المهم عمل العقد في لحظه معدل الحضور. فهمت بقى ازاي؟ ليه؟ والا يبقى عقد الزواج مش هيتم، لان اللي حاضرين اللي في ايده سيجاره، واللي كان كذاب، واللي واكل رشوه، واللي واكل اموال الناس بالباطل، واللي واكل حق اخواته في الارث، كل دي كبائر عاملينها وجايين قال يحضروا عقد الزواج. يا فرحتي، مش هيتم العقد كده، انتوا لا تصلحوا. يوم يجي المأذون الشاطر، المأذون اللي فاهم يعمل ايه، يروح ماسك الميكروفون، هدوء يا جماعه اللي في ايده سجاره يطفيه.
واخد بالك؟ وصلوا بينا على النبي نقرا الفتح، يقريهم الفتح ويقولوا قولوا وراي استغفر الله ويتوبهم. وتبنا الى الله وبرئنا من كل دين يخالف دين الاسلام واشهد ان لا. يبقى ده ايه؟ ده مأذون فاهم عاقل. بعد كده بقى يجيب العريس والوكيل ويقول الصيغه وتم، وبارك الله لكم وبارك عليكم وجمعكم بالخير، تم الزواج على خير. فهمت بقى ازاي؟ ليه؟ بيعدل الشهود. يبقى عايز مثال للصغائر المصر عليها، حط المدخنين على طول. او واحد دائم سماع الموسيقى، مداومه سماع الموسيقى حرام من الصغائر. مداومه سماع الموسيقى مداومه سماع الموسيقى حرام من الصغائر. متى تكون من الكبائر؟ لو مصحوبه بايه؟ بالخمر والرقاصه، قاعد في كازينو قدامه ازازه الخمره وشغاله الموسيقى وهو بيشرب الخمره وبيسمع الموسيقى ويتفرج على الرقاصه، دي كبيره، الصوره دي كبيره. لكن لا، ده هو بيسمع الموسيقى بس في بيته، كل يوم يا اخي سبحان الله يفتح محطه الاغاني ويقعد شغال على محطه الاغاني لحد ما ينام، كل يوم كده 6-7 ساعات. دي صغائر، مرتكب صغير، ساقط العدالة. شفت بقى حاجات كتيرة، خد بالك سقوط العدالة دي حاجات كتيرة. والنظر المحرم، ما يمشيش في الشارع إلا بيتفرج على الستات راحة جاية، أو يقعد على النت يدخل في المواقع الإباحية ويقعد يتفرج على الأفلام اللي فيها مناظر وحشة، ينظر مناظر محرمة، كل دي حرام من الصغائر، حرام من الصغائر. فهمت بقى؟ يعني أمثلة الصغائر كتيرة، لأن في ناس يقول يعني إيه صغيرة؟ طب إديني مثال. لا، ده الأمثلة كتيرة أوي، يعني ندي لك أمثلة كتيرة جدا. كشف العورة، كشف العورة ولو منفردا لغير حاجة، دي حرام بالصغائر. شفت قد إيه؟ يعني في واحد يقعد في بيته والدنيا حر يكشف عورته، يقول لك أنا قاعد لوحدي. دي حرام بالصغائر. أو يكشف عورته يعني يلبس مايو وشورت ساخن كده عالي وينزل بيه البحر قدام الناس كده، أدي حرام الصغائر. يعني حاجات كتيرة عايشينها تلاقي حرام الصغائر وأنت مش واخد بالك. فاهم؟ هجر المسلم فوق 3 ليالي، واحد مخاصم أخوه أو جاره بقاله أكتر من 3 ليالي، حرام الصغائر، حرام من الصغائر هجر المسلم. فتبص تلاقي واحد تساله يقول لك ده انا مخاصم عمي بقالي سنه، والتاني يقول لك ده انا مخاصم خالي بقالي مش عارف ايه، والتالي يقول لك انا مخاصم اخويا بقالنا مش عارف ايه، وابن عمي ما بكلموش ولو شفته في الشارع ولا سلم عليه، بقالك قد ايه كده؟ 10 سنين. الله، كده ما ينفعش، كده حرام الصغائر. يبقى الحرام الصغائر كتيره، امثله كتيره بقى، لو احنا عايزين نقول لك ممكن نقعد للفجر، واخد بالك؟ او واحد مثلا قاسك ريشه وقاعد طول النهار يرسم بالريشه صور حيوانات وانسان ومش عارف ايه، حرام الصغائر. رسم الحيوان والطائر والحاجات دي، او بيعملها تماثيل، حرام الصغائر. فهمت؟ حاجات كتيره بقى. يعني الممثلين دول اللي بيشتغل ممثل ساقط العداله ما يشهدش، ليه ما يشهدش؟ حرام الصغائر، واكله من حرام، رزقه من حرام، ما يقبلش الشهاده. عشان كده كان زمان يقول لك المشخصاتي الممثل لا تقبل شهادته عند القاضي. فاهم؟ لكن بعد كده بقى بمرور الوقت خلوه مبدع وانسان محترم وكل حاجه، وجيبوه في التلفزيون بقى ولمعوه. فاهم؟ لكن لا تقبل شهادته. واحده شغاله رقاصه في كازن، حرام من الصغائر. لكن ما تزنيش، ما شاء الله عمرها ما تزني، شريفة، من الكازينو للبيت والبيت للكازينو، اوعى ولا حد يقرب لها ولا تقعد مع رجاله، لكن ترقص وتنام روح تاخد قدرتك. حرام الصغائر. فهمت بقى؟ امثله كثيره بقى، امثله كثيره جدا. اللعب بالطاوله واللعب بالكوتشينه حرام الصغائر. في ناس يتحالوا على المعاش وطول النهار قاعدين يلعبوا طاوله، تروح قهوة المعاشات تلاقي الناس كلهم فوق الستين وقاعدين يلعبوا طاولة، كل دول مرتكبين حرام من حرام من الصغائر. ساقط العدالة لا تقبل شهادته، لأنه كل يوم قاعد يلعب طاولة في القهوة، ويلعب دومنا، ويلعب سيجا،
ويلعب كوتشينة ويلعب السلم والتعبان ويلعب بلياردو في النادي. شفت بقى الحرام مصاري كتير ازاي؟ الناس يقول لك اديني مثال واحد. يا عم الامثله كتيره، تعال معايا طول ما احنا ماشيين في الشارع هشغل لك، فاهم؟ فامثله كثيره يعني. يمشي بقلاط حرام الصغائر، يمشي بقى يا ارض تقدم عليك قد كده يا طبخت حرام الصغائر، يقول لك ماشي بيتأمع. المصريين يقول لك ايه؟ ماشي بيتأمع حرام الصغائر. يتشبه بالرجال بالنساء، او تتشبه بالرجال اذا كانت امراه، لحرام بالكبائر، لان لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء لعن، يبقى بقت كبيره حرام بالكبائر التشبه. لكن بيمشي مشي النساء لكن مش بيتشبه، هو طبيعته كده. ورم نسوي طبيعته كده. يبقى ده ايه؟ مكروه ولا تقبل شهادته برضه. طب قلنا ليه مش حرام؟ عشان طبيعته كده مسكين، هو طلع اتعود على كده، ما يقصدش يقلد الستات ولا حاجه، بس هو طبيعته كده. فهمت؟ واحد طول النهار قاعد يتكلم مع الستات. حرام مستغرب. يبقى الرجاله قاعدين في ركن والستات قاعدين في ركن، يروح زي بركن الرجاله وقاعد في ركن الستات. زي موظفين كده. تلاقي موظف سايب اوضه الموظفين وقاعد في اوضه الموظفات، يشرب الشاي معاهم ويفطر معاهم ويتكلم معاهم. زي بعض الدكاتره عندنا في المستشفى لما يجي يفطر يروح يفطر مع الحكيمات. طب ما تفطر مع الدكاتره، ليه تفطر مع الحكيمات؟ فاهم؟ هي دي كلها حرام من الصغائر. امثله كثيره يا عمي، امثله كثيره يا عمي. يركب الاوتوبيس يزوغ من ايه؟ من الكمثري، حرام من الصغائر. يروح المترو وايه ويزوغ ويخش في المكنه البايظه بدل ما يحط التذكره ويخش في المكنه السليمه، لا يبوظ المكنه ويخش في المكنه البايظه عشان يركب ببلاش، حرام من الصغائر. المزوغات في وسائل المواصلات المختلفه. يعني نقول لك امثله كثيره؟ كفايه كده؟ كفايه كده. والثاني ان يكون العدل غير مصر على القليل من الصغائر، وادينا لك امثله. فلا تقبل شهادة المصر عليها، يعني المواظب عليها وبيعملها كل يوم. والثالث أن يكون العدل سليم السريرة، كمان يبقى عقيدته سليمة، عقيدته سليمة، مش بيكفر المسلمين وبيعتقد أن رسول الله مات وخلاص وأن زيارة النبي بعد وفاته شرك. ده عقيدته مش سليمة ده، ويصف الله بما لا يليق، ما يلزم منه الجسمية زي بعض الوهابية. يبقى ده غير سليم السليم، يبقى الوهابي ساقط الاعداء. ليه؟ لانه عقيدته فيها خلل، يسيء الظن بالمسلمين، يتهمهم بالشرك، ويقول في صفات الله ما يلزم منه التكسيم، ويقول في صفات النبي ما يلزم منه عدم التوقير. يبقى ده ما تقبلش شهادته. ليه؟ لانه سريرته مش سليم. سريرته يعني عقيدته، ما وقر في قلبه. فلا تقبل شهادة مبتدع يكفر او يفسق ببدعته. الاول اللي يكفر زي ما كمان انكر البعث، والثاني كسب الصحابه. واحد يسب الصحابه، يسب معاويه بن ابي سفيان. طب ما معاويه بن ابي سفيان صحابي، تسبه ليه؟ يقول لك اصل وقف ضد سيدنا علي. ايوه احنا وقوفه ضد سيدنا علي احنا مش معاه فيه، لكن ما نسبوش. فاهم؟ ما نسبوش، بس احنا مع سيدنا علي وضد سيدنا معاويه في وقوفي ضد سيدنا علي، لكن مش معنى كده ان انا اسب معاويه او اسب عمرو بن العاص او اسب من وقف ضد سيدنا علي. لا ما نسبش، نلتمس لهم المحامل الحسنه ولو كانت واحد في الالف. فهمت ازاي؟ يبقى ايه؟ ما فيش داعي ان انا اسب الصحابه او موتى المسلمين، لانه افضوا الى ما قدموا خلاص. اما الذي لا يكفر ولا يفسق ببدعته فتقبل شهادته. يعني واحد يقول لك انا اعتقادي ان النار تفنى، يقول بفناء النار، اي دي مخالف لمعالي الاشعريه وعقيده اهل السنه، كويس، لكنه لا يفسق بهذه البدع لانه قال بها بعض الصحابه زي سيدنا عمر بن الخطاب كان يرى ان النار تفنى. فواحد قال بفناء النار، ما يجراش حاجه، خطا، لكنه وبعدين النار اللي تفنى هي النار التي يدخلها عصاة المؤمنين بعد ما يخرج عصاة المؤمنين، دي تفنى، انما النار اللي يدخلها الكفار خالدة. يبقى في نار تفنى ونار لا تفنى، ف
فاللي يقول لك النار تفنى نحمل كلامه على النار أهل المعاصي من الموحدين، يبقى كلامه صحيح من وجه وخطأ من وجه آخر إذا كان يقصد نار الكفار. واضح؟ أما الذي لا يكفر ولا يفسق ببدعته فتقبل شهادته، ويستثنى من هذا الخطابية فلا تقبل شهادته. فرقة منسوبة لخطاب اسمهم الخطابية، كانت فرقة يجوزون الشهادة لصاحبهم إذا سمعوه يقول لي على فلان كذا، يعني يشهدوا لبعضهم حتى ولو ما كانوش حاضرين، يلاقي اللي هو نفس من فرقته يقول أنا ليه حقوق عند فلان، يقوم يقول لك خلاص اشهد انت القاضي ان ليك حق عند فلان، مع انه مش هيدش حاجه، يشهدوا لبعضهم. فاهم؟ فان قالوا رايناه يقرضه، لو قال بقى رايته اصدقه، رايته يقرضه كذا قبلت شهادته. القطبيه خلاص ما بقاش موجودين دلوقتي، دي فرق انقرضت وانتهت، زي الفرق القطبيه والكراميه، فرق كثيرة ايه غير موجودة الآن، وزي المرجئة وغيرهم. والرابع أن يكون العدل مأمون الغضب، كمان من شروط العدالة أن يكون مأمون الغضب، يعني أما يغضب ما يظلمش حد، أما يغضب ما يظلمش حد، اسمه مأمون الغضب. لكن في ناس إذا غضب يفجر، إذا خاصم فجر. فهمت؟ آه، ده سقط العدالة، اللي يخاصم ويفجر في خصامه ده لأنه يبالغ في الخصومة، يبقى غير معتدل المزاج، وطالما غير معتدل المزاج يبقى غير عادل. واضح؟ يبقى أن يكون العدل مأمون الغضب، وفي بعض النسخ مأمونا عند الغضب، فلا تقبل شهادة من لا يؤمن عند غضبه، اللي هو إيه؟ إذا خاصم فجر. الخامس أن يكون العدل محافظا على مروءة مثله. هنا المروءة بقى اللي احنا قلنا المروءة إيه؟ شرط في الشهادة وليست شرط في العدالة. إيه هي المروءة؟ تخلق الإنسان بخلق أمثاله من أبناء عصره في زمانه ومكانه. يعني إيه؟ هو أن يفعل ويتكلم ويلبس ما يليق بزمانه ومكانه، دي المروءة. يعني يلبس أهل عصره اللي يليق بوظيفته واللي يليق بسنه، ويتكلم كلام أهل عصره اللي يليق بسنه واللي يليق بمقامه ومستواه الاجتماعي. فهمت إزاي؟ ويفعل أفعال التي تليق بإيه؟ بسنه ومقامه وإيه وحاله، يبقى اسمه إيه؟ من أهل المروءة. واضح؟ يبقى يفعل ويتكلم ويظهر بلبس يليق بمقامه وزمانه، واخد بالك، ومكانه. فلا تقبل شهادة من لا مروءة له. كمن يمشي، هديك أمثلة، كمن يمشي في السوق مكشوف الرأس. كان زمان لابد يمشي مطربش، أيام أبويا وهو تلميذ كان لو نسي الطربوش لازم يرجع يلبسه، ما ينفعش يمشي في الشارع من غير طربوش، ولو راح المدرسة ما يفتحولوش المدرسة، ولو راح الامتحان من غير طربوش يمنعوه من الامتحان، ولو دخل الوظيفة بتاعته المصلحة الحكومية من غير طربوش يقولوا له لا غيب النهارده ما تدخلش، مفيش حد يدخل هنا من غير طربوش. يبقى في الزمن الطرابيش اللي يمشي عاري الراس يعتبر سقط المروءة. فاهم؟ زمن العمائم لما كان الناس كلها معممه اللي يمشي عاري الراس يبقى سقط المروءة. طب احنا في زماننا ما بقاش فيه طرابيش ولا عمائم منتشره، يبقى مش من سقط المروءة كشف ايه؟ الراس، خلاص، لانها بقت عادي كل الناس هيكشف راسها. كمن يمشي في السوق مكشوف الرأس في مكان يغطي كل الناس فيه رؤوسه، أو البدن غير العورة، أو ماشي بالفلنة الحملات، أو بإيه؟ بنص الفؤان عريان وماشي كده في الشارع، أو ما ينفعش، ما يليقش، بالرغم إن هو مش دي مش عورة، صدره مش عورة ولا كتفه عورة، العورة من السرة للركب، فمعري ما فوق السرة. بس ده لا يليق، مش حرام لانه مش عوره لكنه لا يليق. واضح؟ اما كشف العوره فحرام، والله تعالى اعلى واعلم. وكده نكون يعني ايه؟ طب وليه خرم المروءه ساقط للشهاده؟ ليه بقى؟ بدليل قول النبي، لان فعل خوارم المروءه معناه انه ما عندوش حياه، ما بيكسفش يعني. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اذا لم تستحي فاصنع ما شئت،
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. دليل أن الحي الذي يفقد الحياة ممكن يتصور منه فعل أي شيء، وبالتالي يبقى ساقط الشهادة، لا تقبل شهادته من أجل هذا، لأنه لفقده الحياة، والحياة خير كله وهو علامة من علامات الإيمان. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على فصل في أنواع الحقوق الثلاثاء بعد القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.